المرأة اللي مات عنها زوجها، وهذه من الظواهر المؤسفة عندنا، ما كان قديم. المرأة عندما كان رجلها يموت كانت تذهب وتتخذ بعلا آخر بعد إتمام العدة 4 أشهر و10 أيام. هذه المرأة يجب أصلا، صاير عيب، ما يمكن واحد يحكي في هذه القضية، عار يعني. وإذا امرأة راحت وتزوجت بعد وفاة زوجها وانتهاء العدة، كأنه خرجت عن هذا النظام الاجتماعي اللي وضعناه. هاي المرأة عمرها 30 عام، زوجها مات، يجب أن تظل إلى 50 عام بعد في بيتها وتتحمل ضغوط الحياة. المرأة لا يمكن أن تعيش بلا زوج. الزوج يعتبر مظلة لهذه المرأة، يعتبر حماية لهذه المرأة. هذه المرأة الآن أبوها موجود، أمها موجودة، بعدين أبوها يموت، أمها تموت، كيف تعيش هذه المرأة؟ كيف تواجه ضغوط الحياة؟ يتركوها في بيت وحدها؟ إذا أعطوها بيتا لازم من الليل إلى الصبح ترجف في هذا البيت. هذه قضايا حقيقية، مو قضايا خيالية. المرأة إذا مات زوجها يجب أن تعيش حياة الشقاء إلى آخر عمرها، خلافاً لله، لما قاله الله، وخلافاً لما قاله رسول الله، وخلافاً لما قاله الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم.